في الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ لمواجهة انتشار وباء كورونا في إجراء ينطوي على عدد من الترتيبات الطارئة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حظي بعدد لا بأس منه في الفيديوهات والتعليقات المتداولة منذ ظهور فيروس كورونا ظهر في مؤتمر صحفي ليعلن حالة الطوارئ، ولكن خلال ذلك فعل كل ما بين التسليم ما بين مع زملائه باليد، قام بالتسليم باليد ثم بمرفقه، الحركة التي لطالما شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قام بلمس الميكروفون الموجود أمامه على المنصة. هذا الأمر اعتبره الكثيرون تناقضا في التصرفات. نشاهد. For Americans looking on, by this Sunday evening we'll be able to give specific guidance on when the website will be available. You can go to the website, as the president said. You type in your symptoms and be given direction whether or not a test is indicated. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Appreciate it very much. Thank you, Brian. Thank you, please. Thank you. Thank you very much. Great job. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Great job. Thank you very much. Fantastic. We'll practice that. Okay, I like that. That's good. We're also announcing the following emergency executive actions. بالطبع ككل الرموز السياسية لم يسلم الرئيس الأمريكي أو لم يسلم عفوا من التعليقات على تناقضه بالتصرفات، خصوصا في مؤتمر يعلن فيه عن حالة الطوارئ بسبب الوباء. أول التعليقات من فوزي يقول في تغريدة له: ندعم أو ندم على الحركة. احنا مش معه حتى نعرف إذا كان قد ندم أم لا، لكن عمر البياري يقول: إيش الفائدة يسلم بكوعه وهو قريب منه جدا وبسلم على ناس تانية بإيده؟ تساؤل. أيضا تعليق من يزن الزعبي يقول: عادي ما رح يصيبه شيء. نورين في تعليقة أيضا أو في تغريدة تقول: يسلم أو يسلم بالكوع بعد ما سلم باليد على 10 غيره. جينا لاحظت أمرا مهما وغردت به قائلة: ترى الثاني اللي يبي سلام الكوع مو ترامب. ينضم إلينا من بيروت الباحث في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد. أهلا بك معنا أستاذ ماريو على شاشة سكاي نيوز عربية في منصات تحديدا. ما شاهدناه في الفيديو هو تناقض حسب ما تداوله الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: إعلان حالة الطوارئ من جهة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من جهة أخرى من قبل الرئيس الأمريكي. ما رأيك؟ بالتأكيد كانت هذه المشهدية هي طريفة، ولكن هناك درجة عالية من التعقيم والإجراءات الاستباقية التي يتخذها طاقم البيت الأبيض، خصوصا عند استضافة العديد من الشخصيات ووجود وتواجدهم من خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس. فبالتأكيد كان هناك إجراءات صارمة تم اتخاذها بحق جميع الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالرئيس ترامب، ولا أعتقد بأن مسألة التسليم كان سوف يكون لها أي تداعيات. ولكن المهم في الصورة التي تعرض أمام المشاهد الأمريكي والمجتمع الأمريكي والرأي العام بشكل عام هو مدى قدرة الرجال السياسيين على الانضباط في أدائهم الشخصي، والذي يمكن أن ينعكس على الشارع بشكل عام. فلمجرد رؤية المجتمع الأمريكي قياداته لا تلتزم بما تقول بها لناحية اتخاذ الإجراءات الوقائية، بالتأكيد ذلك سوف لن يشجعهم وسوف يستهزئون أكثر فأكثر بالإجراءات التي سوف يتم اتخاذها. سيد ماريو، إجراءات كثيرة تحدث عنها اليوم البيت الأبيض. نعم. وإجراءات احتياطية وخطة طوارئ أعلنت في الولايات الأمريكية كلها، برأيك كيف ستنعكس على انحسار فيروس كورونا هناك إذا ما أخذت بجدية من قبل الأفراد؟ العبرة الأساسية تبقى دائما في التنفيذ، فقد قامت الحكومة الأمريكية والأجهزة التنفيذية التابعة لها في الولايات باتخاذ كافة الإجراءات التي تنص عليها القوانين، وخاصة بعد إعادة تفعيل حالة الطوارئ للعام 1976، أيضا بالإضافة إلى قانون ستافورد الذي تم تفعيله للعام 88 الذي يمنح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صلاحيات كبيرة على مستوى الولايات المحلية من أجل إدارة هذه الأزمة. وتبقى العبرة دائما في أن يلتزم المجتمع الأمريكي
الأمريكي والمواطن الأمريكي بكافة الإجراءات الاحترازية التي سوف تصدرها كافة هذه الولايات. فإن تمكنوا من الالتزام بشكل صارم ودقيق بجميع التعليمات الممنوحة من قبل الوكالات الفيدرالية، بالتأكيد سوف يكون هناك نوع من حصر لهذا الوباء ومحاولة لتقصير مدة انتشاره وفعاليته في الأراضي الأمريكية. لافت في الأمر سيد مالو، يعني عندما تم الإعلان عن منع السفر ما بين بعض الولايات جاء بإعلان من قبل الجيش الأمريكي، لماذا برأيك؟ اولا عند تفعيل قانون اداره الطوارئ الوطنيه للعام 76 هناك صلاحيات كبيره للاجهزه التنفيذيه وتحديدا للحكومه الامريكيه وعلى راسها الرئيس الامريكي لاستخدام كافه الموارد المتاحه، منها تحريك الجيش والقطاعات العسكريه داخل الولايات واعطائها صلاحيات استثنائيه في هكذا اوقات. وبالتاكيد ان الجيش الامريكي قام باتخاذ هذه الخطوات من اجل الحد من طريقه انتشار هذا الوباء ومحاوله حصارته، وذلك وفقا للقوانين المرعيات الإجراء. الهجوم على الأسواق وعلى تخزين المواد التموينية، كيف سينعكس ذلك على المشهد في مكافحة فيروس كورونا برأيك؟ ما شاهدناه في اليومين المنصرمين لناحية استنزاف جميع الموارد الأساسية خاصة في المحال التجارية هو أمر كان متوقعا جدا لمجرد إعلان قانون حالة الطوارئ وما شاهده العالم من إجراءات هي تداعيات لفيروس كورونا. ولكن كما أعلن الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية وبالتضامن مع الكونغرس الأمريكي كان هناك إجراءات أيضا تقوم بتفعيلها، كانت الوكالات الحكومية أو الكونغرس الأمريكي ما يتيح للحكومة الفيدرالية باستخدام حوالي 50 مليار دولار، وذلك لضخها في الأسواق لتأمين كافة الاحتياجات الأساسية والمستلزمات للمجتمع الأمريكي في هذه الكارثة. من بيروت الباحث في الشؤون الأمريكية ماريو أبو زيد، شكرا جزيلا لك.